الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة. المتحف المصري بالتحرير ينهي استعداداته لتوديع المومياوات الملكية غدا. التحالف العربي يحبط هجوما على السعودية شنه الحوثيون بطائرتين ملغومتين. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة في غرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة، واطلع الرئيس على محور المستشار عدلي منصور والذي تم إنشاؤه بغرض أو بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه. كما تفقد الرئيس أعمال تطوير محيط مطار القاهرة. نتابع. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع سيادته على محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاؤه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ويشتمل على 6 كباري سيارات و5 كباري مشاة. شرفنا النهارده في مشروع محور المستشار عدلي منصور. المحور يا فندم تتمالي أطوال 16 كيلو متر، بيبدا يا فندم من الربط من الجزء اللي سيادتك شرفتنا بالدخول منه يا فندم، من محور الفريق عصار عند مسترد، بيربط في النهايه يا فندم عند محطه المستشار عدلي منصور على طريق الاسماعيليه الصحراوي. المحور ده يا فندم الغرض منه ان هو يا فندم بينقل الحركات المروريه اللي جايه من القادمه من طريق الاسماعيليه ومن طريق البيس ومن مناطق شرق القاهره كلها بالكامل يا فندم، بينقلها في مناطق شمال القاهره وغرب القاهره ومناطق محافظه القليوبيه يا فندم بعد ترعه مسترد، ومنها يا فندم بيربط على محور الفريق العصار، منه على محور شبرا بنها، منه يا فندم على محور رود الفرج، وده يا فندم بيخفف في الكثافات كلها يا فندم بالكامل. خففنا، عملنا اكتر من محور يا فندم بيربط من هنا المحور شبرا بنها ومحور رود الفرج، بيخفف كثافات على محور الفريق العصار. المحور بيحتوي على 11 عمل صناعي، 6 عمل صناعي كباري سيارات، 5 اعمال صناعيه كباري مشاة. سيادتك فندم بالنسبه للمحور ده فندم كان قبل كده كان مسار السكه الحديد خط عين شمس اللي بيودي على السويس يا فندم، وكان المحور ده بالكامل مقفول كله بالكامل يا فندم. المحور ده فتح يا فندم ان كان سيادتك بعد اذن سيادتك يا فندم كان العماير اللي هي في الاتجاه الشمالي المحور والاتجاه جنوب المحور دول يا فندم ما كانش فيه وصل ربط ما بينهم، كان سور السكه الحديد يمين وسور السكه الحديد شمال، وكان فيه المخلفات موجوده على المحور. سيادتك دلوقتي المحور بالكامل ربط الاتجاه الشمالي والاتجاه الجنوبي في اكتر من نقطه وطول المسار كله بالكامل يا فندم. واحنا سيادتك بننفذ المحور ده يا فندم كان في هنا مشكله الصرف الصحي بالكامل للمحور، اللي تم يا فندم عمل خط صرف صحي بطول المحور بالكامل يا فندم من اول جسر السويس من تحت تقاطع كوبري الحرفيين لحد يا فندم ما احنا موجود هنا دلوقتي تحتنا سيادتك فندم تحت كوبري المترو، وبالتالي برضه يا فندم تم تنفيذ خط ميه يا فندم 1500 مللي. الشارع اللي هو شارع بورسعيد ده مش كده؟ تمام يا فندم. ده ملصق للترعه يا فندم، ماشي مع الترعه. طيب ده عرضه قد ايه؟ شارع بورسعيد على القلوه ده يا فندم اربع حارات عرضه كبير. دي سيادتك فندم الاربع كباري اللي هم على استكمال المحور اللي احنا شغالين فيهم يا فندم. ده سيادتك فندم عندي اللي هو كوبري يا فندم اللي هو من عند كوبري ده شارع الاربعين يا فندم. المحور بتاعنا يا فندم هيبقى معدي جاي من محور المستشار عدلي منصور، بيجي يا فندم هنا وبيعمل ده كوبري يا فندم معمول تغيير المسار بتاعه، بيربط الناس القادمين على الفريق عرابي ومنه يا فندم يدخل على المحور بتاعنا اللي هو محور المستشار عدلي منصور. اللي هو مستورد يا فندم. اتجاه مستورد. شكري. كما تفقد السيد الرئيس كذلك أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولية. بدأنا في أعمال التطوير المشروع بمحيط الشيراتون لتخفيف الأعباء المرورية المتواجدة بمحيط الشيراتون يا فندم. سيادتك احنا بدأنا في تطوير طريق الأوتوستراد يا فندم بطول كيلو 750 متر مع تنفيذ عدد 2 عمل صناعي أعلى أوتوستراد يا فندم كباري دوران الخلف.
تطوير شارع عبد الحميد بدو فندم بدايه من كوبري المطار وصولا الى تقاطع مع شارع ملتقى العربي بطول 2 كيلو ونص فندم، ثم شارع ملتقى العربي وصولا الى شارع المشير احمد اسماعيل فندم. تطوير شارع السيد زكريا فندم من تقاطع مع شارع صلاح سالم الى مسجد الصديقه فندم بطول كيلو 200 متر فندم، ثم سيادتك بنطور شارع انقره بطول كيلو 500 فندم، وتطوير شارع الاخبار بطول 700 متر للربط مع الاستراد فندم، تطوير شارع النصر فندم بطول 500 متر، تطوير شارع الحسن فندم بطول 500 متر، توسعة شارع صلاح سالم فندم للربط مع طريق عبد الحميد بدوي بطول 500 متر فندم. سيادتك احنا بننفذ فندم طريق R1 داخل ارض مطار القاهره لربط طريق الاوتوستراد مع طريق صلاح سالم ولخدمه المتجه لمطار القاهره وعدم دخوله الى طريق عبد الحميد بدوي، وتنفيذ طريق R2 فندم للربط مع الاوتوستراد فندم من خلال امتداد عبد الحميد بدوي. بننفذ فندم طريق R3 فندم للربط المنطقة العربي مع طريق الاوتوستراد فندم. سيادتك فندم المشروع بيهدف الى تخفيف الاحمال المروريه الموجوده بالشيراتون فندم والربط مع طريق الاوتوستراد من عده اتجاهات. سيادتك دلوقتي فندم احنا ممكن ندخل الاوتوستراد من خلال شارع عبد الحميد بدوي من اسفل كوبري المطار مباشره فندم الى الاوتوستراد، ومن خلال شارع الاخبار فندم، ومن خلال فندم طريق R2 R3 فندم شارع المشير احمد اسماعيل فندم. حاجه ثانيه شايفينها في الطرق تريح الناس، خلينا ماشيين بشكل كويس وكده ان شاء الله فاضل المنطقه دي تحل. طب شكرا شكرا جزيلا. ينطلق مساء غد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى والتي مكثت به أكثر من قرن لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وسط تغطية إعلامية عالمية. ويضم الموكب الذهبي 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك وأربع مومياوات لملكات. هذا وقد أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن أنظار العالم تتجه لمصر لمتابعة الحدث التاريخي الذي يشهد نقل المومياوات الملكية من متحف القاهرة بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، مشيرا إلى وجود اهتمام عالمي كبير بهذا الحدث. وشدد زين في إطار متابعته للتجهيزات والاستعدادات للتغطية الإعلامية للحدث مع القطاعات المعنية بالوطنية للإعلام على ضرورة التنسيق بين القطاعات والإعداد الجيد للتغطية لنقل صورة متميزة تليق بأهمية الحدث
وتعكس الصورة الحضارية التي تشهدها مصر في كافة المجالات، والرسالة الواضحة لعظمة وتاريخ مصر والتي تتمتع بالتنمية والاستقرار والأمان. وأشار إلى أن الشاشات وإذاعات الوطنية للإعلام أنهت كافة استعداداتها لنقل جميع فعاليات الاحتفالية. وقال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق إن احتفالية الغد ستجعل كل المصريين فخورين ببلادهم، ومن المقرر أن يتحرك موكب احتفالي بشوارع القاهرة برفقة عدد من الفنانين في عرض أطلق عليه العرض الذهبي للفراعنة، احتفالا بالتراث الغني لمصر من الآثار ما يزيد من عدد السائحين الأجانب حسب ما ذكر خبراء ومراقبون. في غضون ذلك، أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين خط سير موكب المومياوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المومياوات، إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة بكافة الطرق والمحاور. في إطار الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مرورا بشارع كورنيش النيل، فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 من الشهر الجاري من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8:30 مساء، وذلك على النحو التالي: غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليها من كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، وكذلك غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع نيل، وغلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة، غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءا من كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة وطريق مصر حلوان في اتجاه ميدان أثر النبي، وكذا غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي، غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12:00 ظهرا حتى الساعة 9 مساء، وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. ويشارك في جولة المفاوضات وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا. وذكرت وزارة الخارجية أن حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة يأتي انطلاقا من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث. أفادت وسائل إعلام أمريكية عن حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكونغرس الأمريكي، وتم إغلاق مبنى الكابيتول والشوارع المحيطة به. وأفادت شرطة الكونغرس أن سيارة اخترقت حاجزا أمنيا وأصابت عنصرين من أفراد الشرطة، تم نقلهم إلى المستشفى بينما تم اعتقال قائد السيارة. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن. مرحبا بك، وهل تضعين في الصورة الحقيقية لما حدث؟ هل اتضحت تفاصيل عن دوافع هذا الحادث؟ هو الحادث وقع في الساعة 1:05 ظهر اليوم الجمعة. سائق السيارة لم يتم تحديد هويته أو يعني الهدف من ورائه، لكن شرطة الكابيتول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يعني جاء إلى موقع الحادث يتوقع أو سرب أن هو حادث فردي من فئة الذئاب الوحيدة أو المنفردة، ولا ينتمي قائد السيارة إلى جماعة إرهابية محددة. الحادث حصل من خلال قائد السيارة من كونستيتيوشن أفينيو إلى إندبندنس أفينيو، وحاول يعني تخطي المصدات المحيطة بالكابيتول من الناحية الشمالية. هناك 4 مداخل لمبنى الكابيتول، وكلها منذ 6 يناير الماضي محصنة بالحواجز الأسمنتية والحوائط الحديدية والمصدات لمنع دخول سيارات إلى محيط الكابيتول. هذا المدخل الشمالي هو تقريبا يبعد 90 متر عن المبنى، مبنى الكونغرس نفسه، ومحاط بعدد كبير من المصدات الأسمنتية. وفقا لتقرير الشرطة أن قام قائد السيارة يعني حاول الاثنين من شرطة الكابيتول إيقافه، لكنه قام يعني دهسهم بالسيارة ودخل واصطدمت السيارة بالمصدات الخاصة بالكابيتول، وحاول النزول وهو ممسكا ب60 في يده، حاول الاعتداء على الضابطين فتم اطلاق النار عليه. الضابطين وقائد السيارة تم نقلهم الى المستشفى، ويتم حاليا مزيد من التحقيقات حول اسباب ودوافع الحادث، خاصة انه يأتي بعد اسبوعين من تخفيف السيطرة الأمنية وتخفيف أعداد الحرس الوطني المحيط بمبنى الكونغرس بعد استمراره لما يقرب من 3 أشهر في الحراسة الأمنية والحواجز الحديدية التي وضعت بشكل مكثف بعد أحداث الهجوم على الكونغرس في 6 يناير الماضي. لكن بالنسبة لأعضاء الكونغرس، اليوم هو يوم الجمعة العظيمة وفق التقويم الغربي، وبالتالي هناك أجازة عيد القيام المجيد، ولا يوجد أعضاء للكونغرس داخل المبنى، ولا يوجد حتى الموظفين داخل الكونغرس. هي تعتبر أجازة ممتدة من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل، وبالتالي هناك يعني هناك أنباء تتحدث عن استعداد الرئيس جو بايدن
للاجتماع مع فريقه للأمن القومي، هل هناك يعني عنوان محدد لخطورة هذا الحادث والذي يستدعي هذا الاجتماع، أم أنه اجتماع روتيني يجرى في الحالات المماثلة؟ يعني الحادث وقع بينما كانت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض تلقي المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض. فور وقوع الحادث تم إبلاغ الرئيس بايدن، وتم اجتماع، هو اجتماع عاجل مع أعضاء مجلس الأمن القومي لم يكن مرتبا من قبل، لكن الشواغر الأمنية خاصة بعد ارتفاع يعني مستويات الاستعداد والخطر لأي هجوم على أي مباني حكومية، خاصة مع وجود استعدادات أمنية مكثفة من حواجز حديدية وأسمنتية وعوائق لدخول السيارات سواء على مبنى الكونغرس أو على مبنى البيت الأبيض أو على المباني الفيدرالية الأخرى. يعني واشنطن أصبحت يعني منذ 6 يناير سكنة عسكرية مع إغلاق عديد من الشوارع، لم يكن هذا الأمر معتادا عليه في واشنطن من قبل، وبالتالي كان هناك مخاوف حقيقية من أن يكون ذلك ضمن سلسلة من الهجمات على مباني أخرى، وهذا ما استدعى مجلس الأمن القومي للاجتماع مع الرئيس بايدن لتقديم تقييم لهذا الوضع وما إذا كان هناك يعني احتمالات لاعتداءات أخرى أو تكرار لمثل هذا الهجوم بالسيارات على مباني أخرى. لكن الاجتماع كان يعني مدته قصيرة للغاية، وسافر بعدها رئيس بايدن إلى كامب ديفيد، منتجع كامب ديفيد وهو مقر الرئاسي لتمضية أجازة عيد القيامة. غير ذلك عادت الأمور إلى شبه الاستقرار بعد القبض على قائد السيارة، وما زالت هناك كوردونات أمنية ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق إضافة إلى شرطة الكونغرس الكابيتل، مبنى الكابيتل، إضافة إلى تكثف لأجهزة الإعلام الأمريكية والغربية بشكل عام على هذا الحادث الذي يلقي بظلال كثيرة على أهمية يعني وضحت الصورة. وعفوا المقاطعة لضيق الوقت، السيدة هبة القدسي مديرة مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، شكرا جزيلا لك. بالعودة للشأن المحلي، أجريت اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بنادي المعلمين بالقاهرة بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية. نتابع. وسط إجراءات احترازية وإشراف قضائي كامل، استقبل نادي المعلمين بالقاهرة الناخبين لإجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين ليحدد أبناؤها نقيبها الجديد وستة أعضاء جدد لمجلسها المنتخب. تصادف هذه الانتخابات مرور 80 عام على إنشاء نقابة الصحفيين منذ أول انتخابات سنة 41، ويتصادف كمان أبريل الأهمية تجديد الدماء أو إعادة انتخاب الزملاء الذين قبلوا بلاء حسن، ده مهم جدا. طبعا أنت كما تعلم أن منصب النقيب يتنافس على ست من النقباء. هو يوم الانتخابات ده مهم جدا لأنه يعتبر عيد للصحفيين وبيتابعوا الرأي العام مش على مستوى مصر، على مستوى الدول العربية. كمان أن الصحفيين فعلا في لهم تطلعات، لأن المهنة عانت كثيرا في الفترة الماضية بسبب يعني قلة الإقبال على الصحافة الورقية. 55 مرشحا يتنافسون على عضوية 6 مقاعد، بينهم 20 مرشحا فوق السن و35 مرشحا تحت السن، بينما يتنافس 6 آخرين على مقعد النقيب لضخ دماء جديدة تحقق مطالب الصحفيين. وبما ان النصاب اكتمل فده معناه جدية، فانه الناس عايزة تنتهي من موضوع الانتخابات وما نخرج بره التأجيلات والكلام ده. شايفة انه في مرشحين بشكل متوافق نسبيا، عندنا اللي هم فوق السن، عندنا اللي هم تحت السن، كل واحد واخد فرصته. بنأمل ان الانتخابات بنهاية اليوم تسفر عن ضخ بعض الدماء الجديدة اللي ممكن تضيف للعمل النقابي
وتستطيع ان هي تحقق مطالب وامال الصحفيين في حريه التعبير والدفاع عن حقوقهم. هذا وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021 واعتماد الحساب الختامي لعامي 2019 و2020 وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021. باكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لمجلس النقابة الصحفيين تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والتي تتطلع إلى تشكيل جديد يحقق متطلبات الصحفيين وآمالهم لتباشر صاحبة الجلالة مهامها المرجوة. أحمد سعد الدين، النيل. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض ودمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باليمن صوب مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة العربية السعودية. على صعيد متصل قال مصدر عسكري إن الجيش اليمني خاض معركة استمرت لساعات في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة. نتابع. استمرارا للصراع الدائري في أنحاء اليمن، أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه اعترض ودمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باليمن صوب مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة. المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال على تويتر إن الحركة أطلقت طائرتين مسيرتين على قاعدة الملك خالد الجوية وخميس مشيط. كان قد خاض الجيش اليمني معركة استمرت لساعات في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة. وقال مصدر عسكري إن عناصر الجيش والمقاومة أفشلوا هجوما للميليشيا حاولت خلاله التقدم إلى مواقع عسكرية في جبهة الكسارة وخاضوا معركة بطولية استمرت لساعات. وأشار المصدر إلى أن عناصر الجيش اليمني أفشلوا هجوم الميليشيا وكبدوها عشرات القتلى والجرحى، كما استعادوا أسلحة وذخائر ومعدات قتالية كانت بحوزة الميليشيا. وفي سياق متصل، تصدت مدفعية الجيش لمصادر نيران الميليشيا في جبل هيلان بمحافظة مأرب ودمرتها، كما استهدفت بضربات محكمة تجمعات وتعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى جبل هيلان وألحقت بها خسائر كبيرة في مقراتها وأسلحتها. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف العقيد يحيى أبو حاتم الخبير العسكري اليمني. مرحبا بك، وبداية من الناحية الاستراتيجية، كيف تقيم المعارك الحالية بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في عدة محاور وفي مقدمتها بالطبع مأرب؟ حياك أخي الكريم وجميع المشاهدين الأعزاء. حقيقة لا يخفى على الجميع أن هناك معارك في أكثر من جبهة، لكن أهمها اليوم جبهة مأرب التي تركز عليها جماعة الحوثي ومن وراء إيران للسيطرة على هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية سواء اقتصاديا أو جغرافيا أو حتى رمزيا كونها الحاضنة الأكبر للحكومة الشرعية وللأحرار الشعب اليمني، ولذلك تكثف جماعة الحوثي من هجماتها منذ حوالي شهرين باتجاه هذه المحافظة. هناك عمليات نوعية تقوم بها وحدات الجيش استطاعت أن تخرج يعني إذا ما أجاز لنا التوصيف فئران الجماعة الحوثية من جحورها وإلى الأراضي المفتوحة وأنزلت بها خسائر فادحة سواء في الملاك البشري أو في المعدات التي نهبت من مخازن الجيش اليمني في عام 2014. هناك عمليات نوعية منها ما هو كمائن وإغارة ومنها ما هي عمليات هجومية ارتدادية وسيطرة على مناطق يعني كانت تحت قبضة الجماعة الحوثية. هناك هلاك للميليشيات الحوثية وبالآلاف ولقياداتها التي دربت من قبل الحرس الثوري الإيراني ومن قبل جماعة حزب الله، لكن رغم هذا لا زالت في نظري أنا الشخصي أنه لا نحن بحاجة إلى يعني التنسيق أكبر مع قيادة التحالف العربي في يعني تكثيف الجهود والطلعات الجوية التي تساند عمل الجيش على الأرض يعني في مدة
زمنية قصيرة جدا. هدفها هذه العمليات الهجومية بالطيران أن تكون لتحقيق انتصار هجومي أو لإسناد العمليات الهجومية. نحن نرى أنه لابد من عملية هجومية باتجاه العاصمة صنعاء، وحدات الجيش الوطني اليوم تنتشر في الجوف وفي تخوم محافظة صنعاء وفي تخوم محافظة مأرب. هذه العمليات إذا ما أسندت بقوة من قبل طيران التحالف وترافق مع هذا الإسناد عمليات نوعية باتجاه محافظة الحديدة، وهي التي اليوم أصبحت الشطر المستطير على اليمن كونها تهرب من خلال موانئها التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بنظر الأمم المتحدة، الأسلحة الإيرانية والخبراء الإيرانيين الذين يديرون العملية الحربية في اليمن باتجاه اليمن أو باتجاه المملكة العربية السعودية وباتجاه الملاحة البحرية، لا يجب أن يكون هناك دعم للحكومة الشرعية من قبل الدول المشاطة للبحر الأحمر، وكونها هي المتضرر الأكبر من تواجد جماعة إرهابية لديها أسلحة استراتيجية وإيران في هذه المنطقة. وضحت الصورة. العقيد يحيى أبو حامد المحلل العسكري اليمني، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على 3 مسلحين من بينهم امرأة فجرت نفسها بحزام ناسف في جبال محافظة القصرين. وقالت الداخلية في بيان إن قوات الأمن قامت بعملية استباقية في جبل المغيلة تم خلالها القضاء على هذه العناصر. وتخوض القوات العسكرية التونسية منذ 2012 حملات لتعقب جماعات مسلحة تنتمي إلى خلايا تابعة لما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وكذلك لتنظيم داعش. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس الأستاذ فرح شندول الكاتب الصحفي. مرحبا بك، ولو تطلعنا عن مزيد من التفاصيل أو لو تطلعنا على هذه العملية التي قامت بها هذه الأجهزة الأمنية في تونس. تفضل. يا أستاذ أشرف ولكل السادة المشاهدين، سأبدأ من حيث انتهيت أنت، أن تونس تواصل حربها وكفاحها ضد هذا الفيروس الأخطر من كل الفيروسات وهو فيروس الإرهاب. فتونس في حربها المتواصلة ضد هذه الجماعات الإرهابية، وفي أحدث حلقات هذه الحرب ما حدث يوم الخميس في المنطقة العسكرية وقرب المنطقة العسكرية بجبل السمامة في ولاية القصرين ومحافظة القصرين على الحدود الغربية مع الجزائر، حيث نفذت وحدات الأمن الفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني والجيش الوطني عملية وصفتها داخلية بالنوعية والاستباقية، واستهدفت عناصر إرهابية تم الكشف عنها على إثر مخطط استخباراتي في هذه المنطقة، ويتمثل في رجل في تونسي مع زوجته غير تونسية من جنسية آسيوية لدى مداهمة هذا المنزل. تم القضاء على هذين الإرهابيين المصنفين خطيرين والمعروفين لدى وحدات الأمن التونسية. الزوجة فجرت نفسها بحزام ناسف مما تسبب أيضا في وفاة رضيعة هي ابنتهما وإصابة الابنة الثانية بجروح، ونقلت على إثرها للمستشفى وما زالت إلى حد الآن في المستشفى. في نفس هذه العملية وبالتزامن معها تم القضاء كذلك على عنصر إرهابي آخر في هذه المحافظة، في تحديدا في منطقة تدعى الرحمات التابعة لمحافظة القصرين. هو أيضا عنصر فيه برقيات تفتيش لفائدة الوحدات الأمنية بتهم تتصل بالإرهاب والانتماء إلى التنظيمات الإرهابية، وأساسا منها ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وهو النسخة المغاربية لتنظيم داعش الإرهابي. الحرب متواصلة ضد الإرهاب. نجحت الوحدات الأمنية في تونس والسلطة التونسية منذ سنة 2012 في القضاء على المجموعات الخطيرة وتفكيكها، لكنها ما زالت تقنص بين الفينة والأخرى بعض الوجوه المختبئة في سواء في المناطق الجبلية الوعرة على الحدود مع الجزائر أو كذلك المختبئة في إطار دروع بشرية من المدنيين متوغلة في الأحياء وفي المدن، لكن يتم الكشف عنها في إطار عمل استخباراتي كبير تقوم به الوحدة الأمنية التونسية. نعم. وضحت الصورة الأستاذ فرح شندول الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا جزيلا لك.
والآن مشاهدينا نختتم الفترة السياسية التي شاركتنا تقديمها بلغة الإشارة الزميلة الدكتورة هبة محفوظ، هالة محفوظ، شكرا لها. والآن إلى الملف الاقتصادي في نشاطنا لهذه الساعة مع زميل الأمير داود ريكان. شكرا جزيلا لك أشرف، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. قناة السويس تسجل عبور 80 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات تصل إلى 4,700,000 طن. صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث سجلت القناة عبور 80 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية تقدر ب4,700,000 طن. وأوضح رئيس الهيئة أن عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال بلغ 43 سفينة، ومن اتجاه الجنوب 37 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية تقدر ب2,200,000 طن، ما يؤكد قدرة قناة السويس على توفير الأمن والأمان للأنواع المختلفة من السفن ولحركة التجارة العالمية. أكد البنك المركزي استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي. كان البنك المركزي قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي استمرار حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها. كما أكد البنك اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط. قال وزير المالية محمد معيط إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فقد تم سداد 288 مليار جنيه خلال 21 شهرا للهيئة. وأضاف معيط أن الوزارة مستمرة في سداد المستحقات المالية لها، حيث من المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالي الجديد نحو 180 مليار جنيه. ولفتت المالية إلى أنه بنهاية يونيو المقبل يكون قد تم سداد 333 1,500,000 جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد عزم الدولة على المضي قدما لاستكمال مسيرة الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة، وتشمل تلك الخطوة تنفيذ إصلاحات هيكلية بهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية. وقالت الوزيرة إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016 ساعد مصر في مواجهة جائحة كورونا. قال وزير المالية غازي وزني في حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية والذي في بلده سينفد بحلول نهاية شهر مايو، وإن التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار شهريا. وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.
ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد للزميل أشرف عبد العاطي واستكمال البانوراما. تفضل أشرف. شكرا لك أمير. وبالعودة إلى نشرتنا، حثت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على مد يد العون للأيتام، وفي تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم اليتيم والذي يوافق يوم الجمعة الأول من شهر إبريل، أشارت السيدة انتصار إلى أن يوم اليتيم يعتبر من أهم الأيام التي تعكس الحب والتآلف والرحمة في قلوب الجميع تجاه الأبناء والبنات الذين فقدوا أقرب الناس إليهم، وطلبت بضمان مستقبل آمل ومشرق لهم. نظمت القوات المسلحة احتفالية لتسليم شهادات الاعتماد الدولية الأيزو لكلية الضباط الاحتياط، والتي جاءت تتويجا لاهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن، حيث حصلت كلية الضباط الاحتياط على شهادة مواصفة جودة التعليم، جودة الإدارة، سلامة الأغذية، جودة الأمن والسلامة المهنية، جودة البيئة. حرصت وزارة الداخلية متمثلة في كافة قطاعاتها ومديرياتها الأمن على اليوم على التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، حيث تم دعوة عدد من الأطفال الأيتام لقضاء يوم ترفيهي بأندية الشرطة. يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والتي تحرص على تفعيله لتحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. نتابع. هو اليوم الذي يظهر فيه الجميع مدى الاهتمام والحرص على دعم اليتيم. إنه يوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من إبريل من كل عام. وزارة الداخلية دائماً ما تكون حريصة على الاحتفال مع الأيتام بهذا اليوم، وإن كان الاهتمام والمساندة لهم مستمراً على مدار العام. وبمناسبة هذا اليوم، استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عدداً من الأطفال الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة بأندية الشرطة للاحتفال بهم ومشاركتهم هذا اليوم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وعلى وجوههم. النهاردة احتفال باليوم اليتيم، بندعوهم النهاردة في النادي إنهم يتفسحوا ويقعدوا معانا ويلعبوا في مكان لعب الأطفال. يعني احتفالنا بالأيتام مش واقف على النهاردة بس، الوزارة باستمرار بتحتفل بيهم. احنا النهاردة موجودين مع أطفالنا ذوي الاحتياجات الخاصة، بنقدم لهم الدعم المادي والمعنوي. الدولة كلها بتبقى حريصة على تقديم الدعم ليهم، وطبعا وزارة الداخلية حريصة ان احنا نقدم لهم الدعم بشكل دائم ونكون متواجدين معاهم في كل احتفالاتهم وكل الأعياد والمناسبات. الابتسامة تعلو وجوه الأيتام في مشهد إنساني فريد يؤكد على معاني التضامن والتكامل التي تعليها وزارة الداخلية وتجسدها في هذه المناسبة بدعوتها لهؤلاء الذين فقدوا ذويهم لتحتفي بهم، وترسم هذه اللوحة الإنسانية التي تزينها ابتسامات الأطفال الذين أبدوا سعادة كبيرة بتلك الدعوة التي وجهتها الوزارة لهم وبهذا التفاعل معهم. والنهارده فرحانة عشان لعبنا مع الضباط وتصورنا معاهم ورسمنا على وشنا ولعبنا على المراجيح. تواصل مستمر دايما، وزارة الداخلية بتجيبنا، نادي الشرطة والأكاديمية، بنحتفل بعيد اليتيم أو بيعملوا لنا مناسبة خاصة في رمضان بنحتفل بعيد اليتيم أو رمضان أو أي مناسبة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو دور الأيتام عامة. كما حرصت الوزارة في هذا اليوم على دعوة أبناء الشهداء للاحتفال بهم، حيث قامت بتنظيم زيارات لهم لتقديم الدعم والمساندة في إطار التواصل مع أسر الشهداء في كافة المناسبات، والتأكيد على أن مصر لا تنسى تضحيات أبنائها. زيارات تخللتها عبارات الثناء والود وحكايات عن تضحيات وسير الشهداء وتقديم الشكر على الرعاية والدعم المقدم من وزارة الداخلية لأبنائها من الشهداء في كل الأوقات والمناسبات. لو هنضحي بعمري كده شيء قليل
فهذا وطن لا ينسى تضحيات أبنائه الذين بذلوا الروح ليحيى الوطن، فكانت رعاية وتكريم أسرهم هي أبسط ما يقدم لهم على تحملهم وصبرهم. ليس أجمل من رسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال الأيتام، فوزارة الداخلية ومن خلال دورها الاجتماعي تحرص على دعم هذه الفئة ليس في يوم اليتيم فقط، ولكن على مدار العام من خلال زيارات متبادلة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. ما هو قادم الملف الرياضي في نشرتنا لهذه الساعة، ودائما مع زميل الأمير داود. إليك أمير. شكرا جزيلا لك أشرف، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الرياضية وأبرز ما نتابع فيها. الأهلي والزمالك يختتمان تدريباتهما اليوم لخوض الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري الأبطال.